الصوره اللي المهندس عدلي بيقول عليها صوره لتذكره قيل انها تذكره المباراه، بتقول ان دي الحرب الشامله التوتال وور لمباراه الاهلي وسيمبا التنزاني، عشان كده كانت المساله غريبه جدا. هنقف على كل اجواء هذه المباراه. معنا من العاصمه التنزانيه دار السلام الزميل شريف شعبان موفد قناه الاهلي الى هناك. شريف مساء الخير. مساء الخير استاذ ابراهيم، مساء الخير كابتن عدلي، مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. شريف ارجو ان انت تحطنا في الصوره كامله عندك. ابدا الاول بالحرب الدائره، سمع حضرتك بتتكلم والبشمهندس عادلي على الحرب الدائره على السوشيال ميديا هنا في تنزانيا، وتشبيه المباراه بانها كحرب. في الاجتماع الفني منذ قليل اعترض مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ في الاجتماع الفني عن هذا الاسلوب وعن شكل التذاكر اللي طلع على السوشيال ميديا بشكل اشكال عليها سلاح وحاجات تدعو الى الحرب، وكمان وصف في اثناء وصول النادي الاهلي الى ملعب مباراة في عشان أداء المران الرئيسي كانت بعض الجماهير بتشاور بعلامات قتال وحرب، وقال الانطباع بدأ يوصل لجماهير في الشارع، والعلاقة ما بين سيمبا وبين النادي الأهلي علاقة طيبة جدا، والأهلي استقبل وفد من سيمبا منذ أشهر قليلة، والعلاقة على أحسن ما يرام، وفي تبادل زيارات وفي انسجام ما بين الناديين. لماذا كل هذا؟ اعتذر الجانب التنزاني وقال إن كل ده كلام سوشيال ميديا، ولكن على الحقيقة التذاكر المباراة ما فيهاش اي حاجه من الكلام دوت، وان الوفد التنزاني او نادي سيمبا التنزاني بيكن كل احترامي الى النادي الاهلي، النادي رقم واحد في افريقيا، ثالث العالم طبعا، ثالث العالم او الحصول على البرونزيه، نادي القرن، النادي الاكثر حصولا على بطولات في افريقيا، والناس قدرت جدا النادي الاهلي واعتذرت عن هذا السوشيال ميديا والمتحدث الاعلامي بسيمبا التنزاني. ده اللي دار في الاجتماع الفني بيؤكد الاحترام بين الناديين، وبطمنك وبطمن طبعا كل جماهير النادي الاهلي باذن الله، باذن الله هتكون بكره الاجواء رائعه باذن الله. بخصوص عدد الجماهير، واتقال 50% من سعه الاستاد، يعني حوالي 30,000 تذكره، لان الاستاد بيسع 60,000 تذكره. في الاجتماع الفني الاتحاد الافريقي وافق على 25% فقط، اي 15,000 تذكره فقط. طب تم بيع كام تذكره؟ ما نعرفش الى الان، ولكن في حاجه مهمه جدا باشمهندس عدلي استاذ ابراهيم، ان هنا في جماهير كتيره قوي من نيانج افريكانز بتشجع النادي الاهلي ضد فريق سيمبا التنزاني الغريم التقليدي نيانج افريكانز، فانت ممكن بكره تفاجئ ان في جماهير من نيانج افريكانز بتشجع النادي الاهلي في المباراه، ولكن تصوره الشخصي ومش رسمي وما عنديش اي معلومه، ولكن من اللي انا شايفه من الاحداث وانا داخل الباص، يعني انا صعب ان ممكن العدد يوصل ل 15,000، ده وجهه نظري لا قيمه لها، انا ما اعرفش، بكره هنتاكد باذن الله. ولكن سيمبا ما اعلنش عدد التذاكر اللي تم بيعها الى الان، ولكن الى الاتحاد الافريقي قرر 15,000 تذكره فقط لا غير. يوم النادي الاهلي بدا في الصباح، يمكن كان في التاسعه والنصف صباحا. قبل ما تاخدنا يا شريف في تفاصيل اخرى، عايزين نقفل الملف ده. اذا هي حرب سوشيال ميديا. طيب ماذا عن الاعلام، الصحافه والتلفزيون؟ مظبوط. هل انتقلت هذه الاجواء الى هذه الوسائل؟ بالنسبه للاستقبال الرسمي، هل تشعر البعثة بأي نوع من أنواع التوتر، ولا الأجواء عادية وإحنا ماشيين في سكتنا، وكل دي مسائل وراها أغراض أخرى غير مباراة كرة القدم؟ على المستوى الرسمي المعاملة جيدة جدا داخل الفندق، لأن طبعا الأستاذ محمد الضمانطي رئيس البعثة قرر يعني فقاعة طبية داخل من الفندق إلى الملعب التدريب والعكس، فما قابلناش ناس كتيرة جدا، كان المعاملات كلها داخل الفندق. ولكن على المستوى الرسمي من أول معالي السفير والناس اللي كانت بتيجي أو موجودين في الفندق كان التعامل بشكل ودود جدا. الأيام اللي فاتت كلها من ملعب التدريب إلى فندق الإقامة حوالي 5 دقائق، برضو المعاملة كانت جيدة جدا. ولكن النهاردة أما أخذنا المسافة من فندق الإقامة إلى الإستاد كان المسافة حوالي 25 دقيقة 28 دقيقة، فبدأنا نشعر من شارع أن في حالة يعني توتر أو حالة استهجان على النادي الأهلي من إشارات الجماهير. ولكن في السوشيال ميديا طبعا والإعلام، للأسف الإعلام بدأ ينقل التصرفات السوشيال ميديا والمتحدث الرسمي باسم فريق سيمبا التنزاني، فبدأ ينقل الكلام ده في الإعلام. ولكن بعد الاجتماع الفني بدأت الأمور تهدى في رجوعنا من الفندق المقابل.
يقام في الاجتماع الفني إلى فندق إقامة النادي الأهلي. بدأت الأمور تهدى إلى حد ما، بكرة القصة هتبان أكتر، ولكن بطمنك إن بكرة بإذن الله معانا سفير قوي جدا، هو السفير محمد جابر أبو الوفا، مطمنا ومطمن طبعا رئيس البعثة الأستاذ محمد الضماطي ومدير الكرة الكابتن سيد. بكرة بإذن الله كل حاجة هتكون على ما يرام بإذن الله. طيب حالة اللعيبة يا شريف، هل في حد لسه عنده أي شكوى ولا الكل جاهز؟ الوحيد بس اللي اشتكى في تمرين اول امس كان مروان اثر كدمه في القدم، النهارده شارك بكل قوه في المران. الحمد لله الحمد لله لا يوجد اصابات مع لاعبي النادي الاهلي. النهارده ادوا تمرينه في الاستاد بنجامين اللي بيتسع حوالي 60,000 متفرج، ارضيه الملعب والاروع والاجمل كويسه جدا جدا جدا. ادى النهارده الاهلي تمرين وفي الرابعه عصرا بتوقيت تنزانيا، الثالثه عصرا بتوقيت القاهره، وحسنا فعل مستر بيتسو موسيماني عندما درب النادي الأهلي في اليومين السابقين في ميعاد مختلف خالص عن ميعاد المباراة، دربهم الساعة 2 ظهرا بتوقيت تنزانيا عشان يكون الجو شدة الحرارة فيه عالية جدا. فالنهارده ما اتمرنا الساعة 4 كان كسرت خلاص الحرارة، فبدأ لاعبي النادي الأهلي يتعود على هذه الأجواء. ولكن النهارده النادي الأهلي في الفندق في الملعب في حماس شديد جدا، الكل بيقاتل الكل بيحاول يثبت طبعا نظر مستر بيتسو موسيماني عشان يبقى يحجز مكان بكرة في تشكيل النادي الأهلي. الراجل بقى هيلعب ازاي؟ بثلاث ديفندرات، بديفندرين، بجناحين، بصانع العاب وجناحين، بفرويد، هنعرف بكره باذن الله. طيب حاله الطقس عندك، المباراه الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره، 4 عندك، حاله الطقس عامله ازاي؟ بتكون 31 32 في هذا التوقيت، والرطوبه عاليه جدا، الرطوبه تكاد تكون يعني مستحيله، ولكن عندنا امل في تعود لاعبي النادي الاهلي من يوم الجمعه الى يوم الثلاثاء باذن الله يكونوا اتعودوا على حاله الجو والرطوبه العاليه جدا، وباذن الله يقدموا مباراه ولا اروع ولا اجمل باذن الله. بالنسبه للجاليه المصريه بقى او المشجعين المصريين، تقدر تقول ان هيبقى في عدد ولا هي محدوده جدا؟ من يعني من المتابعه ومن اللي بيحاولوا يحضروا الى الفندق وبيلاقوا صعوبه جدا في دخول الفندق، اللي ممكن بيحاول يعني بيخش خلسه مثلا، ممكن اتوقع 60 70 مشجع مصري في مباراه بكره باذن الله. المغادره بعد المباراه مباشره مش كده؟ تمام، قرر رئيس البعثه الاستاذ محمد الضماطي ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ ان بكره باذن الله هتكون المغادره من فندق الاقامه الساعه 2 ظهرا الى ملعب المباراه، ومن ملعب المباراه الى المطار، ثم الى القاهره الطائره باذن الله هتطلع باذن الله الساعه 9 مساء بتوقيت تنزانيا، الثامنه مساء بتوقيت القاهره. احنا جينا في 5 ساعات وربع بالظبط، فباذن الله باذن الله تكون باذن الله على الساعه 2 صباحا باذن الله في جمهوريه مصر العربيه. هل هناك متابعة؟ أنت ذكرت أن معالي السفير المصري يعني سفير مؤثر وسفير يعني بيطمنكم بقوة على أن اطمئنوا مفيش حاجة هتحصل، هل هناك يعني متابعة دقيقة من السفارة؟ طبعا يعني طب يعني لخص لنا كده إحساس تمام البعثة بالسفارة والعكس. على طول متواجد معنا سفير جمهورية مصر العربية في تنزانيا محمد جابر أبو الوفا، والسكرتير الثاني الأستاذ محمود خليفة على طول موجودين معنا في التمرينات، موجودين معنا في فندق الإقامة، النهاردة كانوا موجودين معنا طوال اليوم، ومطمنيننا جدا إن بإذن الله بكرة الأحداث هتكون كويسة جدا. وكمان في خط ساخن ما بين رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب مع الأستاذ محمد الضماطي، أول بأول بيطمئن على حالة لاعبي النادي الأهلي، وطالب اللاعبين بإذن الله بتقديم عرض مشرف بكره والفوز على فريق كبير هو فريق سيمبا باذن الله. اخيرا ايمن اشرف، يمكن الوحيد اللي كان مسافر مصاب شويه، الحمد لله كويس ومشارك في التدريبات بشكل جيد. ما شاء الله الثلاث ايام تمرينات اداهم من اول دقيقه لاخر دقيقه، واصبح جاهز بنسبه 100%، وطبق الرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني في مشاركته اساسيا او احتياطيا ان شاء الله. نشكرك جدا ونتمنى الخير للبعثه، وتحياتنا إلى البعثة فردا فردا ومعالي السفير والسفارة المصرية.